انتخابات العراق الأخطر برقابة العالم، مصادر رفيعة تكشف مجلس الأمن الدولي يتعامل بجدية مع رسائل السيستاني وتشرين. 30 عاما على حرب الخليج الثانية، العالم لا يزال يلتهب بصواريخ الحماقة السياسية. مع زيادة حركة المنازل المهدمة، صناعية الفلوجة تبتكر كابسات بلوك أرخص من الأجنبي 90%. أساقفة قرقوش بافتتاح تمثال السيدة مريم، لا فرق بين أهل العراق إلا بالعمل الصالح وحراسة الوطن. أهلا بكم. من المنتظر أن تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة إشرافا أمميا غير مسبوق. مصادر رفيعة كشفت ليو تي في معلومات بشأن كواليس التحضير للانتخابات وحجم الرقابة الدولية على تفاصيلها بموجب قرار منظور من مجلس الأمن الدولي. في هذه الأثناء تبدو مكاتب المفوضية المنتشرة في جميع مدن العراق مستعدة للتنسيق مع الجهات الأممية المختصة، فيما يستمر النزاع بين الأطراف المرجحة أو المرحبة بالرقابة الأممية من جهة والأطراف الرافضة له من جهة أخرى. الأجواء في كواليس التهيئة للانتخابات وما يدور بشأن فرض الرقابة الدولية الشاملة عليها يوجزها هذا التقرير. بمسؤولة أممية جديدة لشؤون الانتخابات العراقية، جاءت أولى خطوات الأمم المتحدة على طريق منع التلاعب بالإجراءات والنتائج. قناعة دولية واعدة بضرورة فرض نوع من الرقابة التفصيلية على الانتخابات. يقول مصدر سياسي رفيع إن مجلس الأمن الدولي يتجه نحو إقرار الرقابة الشاملة ومضاعفة أعداد الخبراء والمراقبين إلى عدة آلاف مقابل تعزيز محلي لصلاحية بعثة الأمم المتحدة في العراق، ويؤكد أن قراراً كهذا من مجلس الأمن سيلحقه قرار بمساعدة العراق بتمويل عمليات الإشراف، وهو ما سيستغرق وقتاً يتجاوز حزيران المقبل. المعلومات طابقتها يو تي في بتفاصيل أوسع مع مصادر أخرى أكدت أن الرغبة الدولية في تجديد الرقابة هذه المرة جاءت بعد مراجعة فريق أممي لبيانات الانتخابات الماضية، إذ كشفت عن خروق كبيرة كقيام جمهور أحد الفصائل المسلحة مثلا بالتصويت 3 مرات. وتشير تلك المراجعات كذلك إلى أن آليات التزوير اعتمدت على ضعف المشاركة والهيمنة على مسؤولي المفوضية، بالإضافة إلى استغلال البطاقات الإلكترونية العادية بعمليات تصويت متعددة، وهو ما تحاول الحكومة بحسب المصادر إصلاحه عبر إجراءات عدة كتغيير قيادات المفوضية بإشراف من مستشار الحكومة الانتخابي بقيادات أخرى تعلم جيدا أنها ستعمل تحت إشراف أممي دقيق، وهذا ما يزعج الفصائل المقربة من إيران كما يزعجها العمل على اعتماد البطاقات البيومترية حصرا، وهو أمر حصل بالفعل كما تفيد المصادر. بغداد في ترقب إذن لقرار من مجلس الأمن الدولي بالرقابة على الانتخابات الأهم تحت نزاع شديد بين طرفين، يكافح الأول من أجل نزاهتها ويسعى الطرف الآخر لجعلها نسخة شبيهة لسابقاتها. قال أحد المشرفين على مراكز التسجيل الانتخابي في العراق إن المراكز الواقعة ضمن نطاق مسؤوليته لم تشهد زيارة من وفد أممي حتى الآن، فيما أشار إلى وجود اتفاقيات للتعاون بين مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة. بالنسبة لزيارات الأمم المتحدة في مراكز التسجيل لم يحضر لحد الآن أي وفد من الأمم المتحدة. نعم، هناك اتفاقيات معلنة من قبل المكتب الإعلامي للمكتب الوطني الخاص بالتعاون والإشراف من قبل الأمم المتحدة على سير وإجراءات المفوضية. وللحديث عن ملف الانتخابات والتوتر الإقليمي المتصاعد ينضم إلينا من لندن مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية الدكتور غسان العطية، وأيضا من واشنطن رئيسة المعهد العراقي رنت الرحيم. بداية سيدة رنت، نبدأ منك من واشنطن. ما الذي يدفع الحكومة العراقية إلى المطالبة لمساعدة أكبر من مجلس الأمن الدولي لفرض رقابة على الانتخابات؟ تفضلي. شكرا للاستضافة. طبعا مثل ما ذكرتم بتقريركم، يعني الانتخابات في 2018
كانت يعني رائحة الفساد والتزوير تفوح منها. وذكرتم بعض المسائل، لكن الحقيقة أنه هذا نزر قليل مما حدث في 2018. نعم. ولكن أريد أذكر أنه هو مو بس في 2018، في 2014 وما قبلها، يعني إحنا تحدث عندنا تزوير وعندنا سوء استخدام أو سوء المعاملة في فترة الانتخابات تكرارا ومرارا. يعني ما كان عندنا أبدا انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالعراق. نحن في أمس الحاجة إلى إشراف دولي على هذه الانتخابات، لأن الحقيقة الشعب فقد مصداق، فقد صدقيته، أو الانتخابات فقدت مصداقيتها عند الشعب. الشعب اليوم يقول أنا ليش راح أنتخب؟ لأن هي أيضا راح تزور، كل مرة تزور. الثقة بين الشعب والدولة تقريبا معدومة، خلينا نقول من أيام المظاهرات والاحتجاجات ب 2019. واضح جدا أنه هناك عدم ثقة بالإجراءات الحكومية، بقدرة الحكومة أن تنجز انتخابات شفافة ونزيهة تلبي مطامح الشعب وحقيقة تعبر عن رغبته واختياراته. نعم. فإذا الإشراف الأممي ضرورة قصوى خصوصا في هذه الانتخابات. طيب، إذا ننتقل إلى السيد غسان أيضا. سيد غسان، كيف يقيم العالم المؤسسة الديمقراطية العراقية في العراق، وهل حقا هناك مخاوف جدية من إفراغ العملية الانتخابية من محتواها في العراق؟ تفضل. العملية الانتخابية بالعراق كانت أقرب إلى الديكور والناحية الشكلية. ما كان يحصل أصلا في عهد أوباما هو التفاهمات تحت الطاولة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة، وكشفت المصادر وأوراق ويليكس وغيرها، مثلا ما حصل تجاه الدكتور عياد علاوي وحرمانه من رئاسة تشكيل وزارة، وكذلك ما حصل من تزوير في ذلك، وما سمعت من أحد رؤساء الوزارة بأن الأمم المتحدة مع الأسف كان الشاهد زور بدل ما تكون شاهد على التزوير. الآن اللي نشاهده بالتحول الجديد أمام أوروبا، أوروبا تحديداً، أن التغيير في العراق إن لم يحصل فمعناته العراق سيكون ساحة قتال، وبالتالي العراق سيكون مصدر لهجرة كبيرة إلى أوروبا وإلى صراعات في المنطقة. فالآن اعتماد ما يسمى بالقوة الناعمة، القوة الناعمة هي التي يرهم يميل إلى الرئيس الجمهورية الجديد الأمريكي بايدن، وهو دعنا نلعب اللعبة الانتخابية البرلمانية حتى تكون الانتخابات حرة وشفافة وعادلة. المواطن العراقي لا يثق، والمقاطعة تدور على لسان كل واحد، وهذا ما يخدم إيران. لكن إذا دخلت الأمم المتحدة بثقل حقيقي بآلاف المراقبين كما جاء في تقريركم وغيره، عندئذ وأكثر من ذلك ودخولهم ليس إشراف وإنما بصلاحيات، وإضافة لذلك الجانب الإلكتروني اللي ممكن أن يتم به التشويه وغير ذلك. نعم، أنتقل إلى السيدة رنت مرة ثانية. رنت الرحيم، يعني طلبات مثل هذا النوع لمجلس الأمن كيف تتحقق، وكيف نفرقها عن أو نفرقها عن الوصاية الدولية؟ وتحدثتم أيضا يعني في بداية حديثك سيدة رنت عن فقدان الثقة، والآن أيضا تحدث السيد غسان عن هذه الثقة. كيف ممكن استعادة هذه الثقة ليشارك الناخب العراقي؟ تفضلي. طبعا لازم نتذكر انه بالانتخابات اللي جرت في 2018 يعني نسبه المشاركه يقال كانت 40%، ولكن حقيقه في محافظات عديده كانت 20% او اقل. يعني الشعب ما عاد الى نفس انه يروح ينتخب، وايضا تزور اصواته وتشوه ارادته. لازم الحكومه العراقيه لازم تقدم الطلب من الأمم المتحدة أن يكون هناك إشراف حقيقي على الانتخابات. أولا، حسب معلوماتي أنه ينامي والأمم المتحدة ودول أوروبا والولايات المتحدة كلها لها رغبة في دعم ينامي أو الأمم المتحدة لإشراف حقيقي وواقعي. ولكن أريد أن أضيف هنا، الإشراف يوم الانتخابات لوحده لا يكفي. الإشراف على الآلية
الانتخابية والإجراءات الانتخابية لا يكفي، يجب أن يكون هناك إشراف صارم على العملية الانتخابية، على الحملات الانتخابية، لأن الكثير الذي يحصل في الحملات الانتخابية يؤثر سلبا على نزاهة الانتخابات. مثلا استعمال السلاح من بعض الأحزاب للتخويف، استعمال الرشاوة للترغيب، طيب. استعمال المكانات المحلات الحكومية للترويج لناس معينين، مرشحين معينين. هناك الكثير الذي يحصل ضد قانون الانتخابات، ضد نزاهة الانتخابات أثناء المرحلة التي تسبق يوم الانتخابات. نعم. يعني أثناء مرحلة الدعاية وإلى آخره. سيدة رنت، عذرا للمقاطعة، ولكن اسمح لي أنتقل إلى ضيفنا الآخر أيضا غسان العطية. نعم، عذرا للمقاطعة، ولكن كي نستغل الوقت، يعني أنتما تحدثتما أيضا عن يعني هناك إشراف وهناك مراقبة وهناك إدارة، ما الفرق بينهما كل هذه التسميات؟ وأيضا هل تندرج ضمن الوصاية الدولية؟ وكيف تصنف الحكومة العراقية التعامل مع تأجيل الانتخابات المبكرة، خصوصا سيد غسان وأن الأمر لم يعد مقتصرا على الأمور اللوجستية، نحن نتحدث عن الحاجة أيضا إلى ضمانات النزاهة. كل ما تفضلت به صحيح، وما تفضلت به السيدة رند. الآن المفوضية قبل كانت تقول احنا مستعدين نجري انتخابات بوقتها، هذا كان مجاملات. الآن رسميا بلغوا الحكومة بأن هم يفضلون 16 اكتوبر للانتخابات. احنا محتاجين لهذا الوقت، حاجة مهمة. لماذا؟ لكي يتم التحضيرات اللي فضلت بها، واللي بالأساس كيف نضمن أن الإشراف الدولي يكون إشراف فاعل. بعض الدول الأوروبية تبرعت بالمال، هولندا تحديدا، وبعضها يريد آلاف الموظفين. آلاف الموظفين يريدون يطمئنوا أن يروح إلى المثنى، يروح إلى الناصرية، أن لا يعتدى عليه، فمعناته يراد إجراءات طويلة. هذه العملية ستكلف أوروبا كثير، ستكلف الأمم المتحدة كثير، لكن نتائجها إن صارت الجيد بها سيبقى بعض العناصر ذات الولاء لإيران بالحكم، وهذا لا يعني مقبول ديمقراطيا، ولكن ما يكون هم يحكمون العراق كأذرع لإيران. طيب. هذه الطريقة لأول مرة التغيير السلمي بالعراق بدل التغيير. شكرا جزيلا، استميحك عذرا سيد غسان العطية من لندن، مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية، كما توجهوا بي شكر أيضا إلى رئيسة المعهد العراقي من واشنطن رند رحيم. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعلومات. منذ ثلاثة عقود والعراق أسير خراب حرب الخليج الثانية التي انكشفت فيها قسوة المعسكر الغربي على العراق كدولة ناهضة، وجرب ترسانته على المدنيين قبل الجنود. 17 من كانون الثاني ذكرى الحرب التي غيرت خارطة الشرق الأوسط وأنضجت سوق المغامرات العسكرية في الخليج. هذا وتتزامن ذكرى حرب الخليج الثانية مع مناورات إيرانية في مياه المحيط الهندي، ولعل هذه الصواريخ تحمل الرسالة الأكبر: منطقة الشرق الأوسط لم تهدأ أبدا. تفاصيل في سياق التقرير الآتي. ليلة 16/17 غدر الغادرون، فارتكب زميل الشيطان بوش جريمته الغادرة.
30 عاما على حرب الخليج، وحروب الخليج لا تتوقف. ذكرى صواريخ الولايات المتحدة التي أمطرت بغداد عام 1991 تأتي متزامنة مع مناورات إيرانية بصواريخ باليستية في مياه المحيط الهندي قرب حاملة طائرات أمريكية. لعل صواريخ إيران تحمل رسالتين، الأولى تلويحة وداع لآخر أيام ترامب على الطريقة الإيرانية، والثانية استعراض طهران لقوتها العسكرية خشية من أي مواجهة محتملة. البحرية الأمريكية ردت على الهجوم بعبارات قلق من مدى قرب صواريخ إيران في منطقة تضم نحو نصف ثروة العالم من النفط، وشهدت أكبر عدد من الحروب في العالم خلال آخر 40 عاما. Aggression is defeated. The war is over. عام 1991 شهد انكشاف أعلى مستويات القسوة لدى المعسكر الغربي وتحطيم قدرات العراق كدولة ناهضة فضلا عن جيشه المنسحب، وجربت القوى العظمى أحدث أجزاء ترساناتها على المدنيين قبل الجنود، وبقي العراق 30 عاما أسير ذلك الخراب حتى اليوم. الشهود الحكماء على تلك الأيام كافحوا كي لا تتكرر أسباب الدمار والقسوة والانفعال، لكن المغامرات هي السوق الرابحة في الخليج حتى اليوم، ومدرسة الحماقات السياسية التي سقطت عام 1991 تعيش هذه الأيام عصرها الذهبي الهائج في طهران وحوالي بغداد وإلى شواطئ الأطلسي البعيدة. هذه انتقالة إلى زميلة رويدة التميمي وملف الاقتصاد. إليك رويدة. نعم ديار، أهلا بكم مشاهدينا. يستورد العراق آلافا من السلع والمنتجات الصناعية والنفطية والغذائية، ويصنع مئات منها مقابل امتلاكها آلاف المصانع العملاقة وبمواصفات منافسة في الشرق الأوسط. بعض منها خرج عن الخدمة بعد 2003 وأعيد بعض آخر إلى العمل أمام دخول القطاع الخاص إلى الساحة الصناعية وإغرائه المستثمرين. الصناعة العراقية وقصص منتجاتها، زاوية اليو تي في في هذه النشرة. نتابع تفاصيل هذا الملف بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في بغداد افتتحت التجارة معملا لصناعة الأكياس الورقية بالشراكة بينها والقطاع الخاص في تجربة فريدة بمكائن إيطالية ويابانية متطورة. تجربة فريدة في بغداد، شراكة بين القطاع الخاص والحكومة تثمر معملا متخصصا في صناعة الأكياس الورقية، استثمار عراقي خاص على أرض تابعة لوزارة التجارة. مكائن إيطالية ويابانية متطورة وسريعة تنتج نوعين من الأكياس، الجوت أو الجنفاص وأكياس البولي بروبيلين أو الجواني، والتي كانت تستورد سابقا بأسعار مضاعفة لحاجة السوق العراقية الماسة إليها. اليوم توافرت في بغداد وبأسعار وكميات يمكن لها منافسة نظيراتها المستوردة. الكيس المنتج هنا احنا يضاهي المنتجات الاجنبيه المستورده، بل وافضل يمكن. ليش؟ لانه المواد الاوليه اللي احنا نستوردها من مناشئ عالميه. المعمل يوفر اكثر من 300 فرصه عمل لشباب يعملون على خطوط الانتاج، فضلا عن مئات اخرى لمن يعمل في النقل والتسويق، وهو قد بدا فعلا باستقبال الطلبيات من وزاره التجاره ويتهيأ لطرح انتاجه في السوق المحليه.
إنتاجية المعمل تصل إلى 4 ملايين كيس شهرياً من أكياس البولي بروبلين، وإلى حوالي نصف مليون كيس من أكياس الجوت، وهو رقم يمكن أن يسد الكثير من حاجة السوق المحلية، إضافة إلى طموح التوسعة الذي يملكه القائمون على المعمل. عندنا طلبيات إحنا حالياً مع مصانع حكومية، اوكي، وان شاء الله بالمستقبل القريب ان شاء الله اكو بعد طلبيات مع حتى القطاع السوق المحليه، يعني ممكن ان شاء الله احنا اكو خطه للتوسعه، يعني توسعيه ان شاء الله، فبالمستقبل القريب ان شاء الله راح نسوي توسعه. اعاده تفعيل الحركه الصناعيه في العراق خطوه مهمه لاعاده ترميم الاقتصاد المحلي المنهار، مع بدء الاصلاحات المؤلمه في البلاد التي من اهم دعائم نجاحها صناعه عراقيه متميزه تنافس المنتجات المستورده. حيدر البدري، يو تي في، بغداد. وإلى أربيل، حيث تنتج المكائن العملاقة 60 طنا من العلف الحيواني في الساعة الواحدة في معمل حديث افتتحه مستثمرون من القطاع الخاص. تنتج هذه المكائن العملاقة نحو 60 طنا من العلف في الساعة، هو معدل طاقتها الإنتاجية القصوى. معمل أربيل فيد الواقع في قوشتبة عند الطريق الواصل إلى كركوك أسسه مستثمرون في القطاع الخاص بأكثر من 10 ملايين دولار قبل 10 سنوات، يصنع العلف الحيواني البروتيني للدواجن والمواشي والأسماك، ويعد واحدا من أهم 3 معامل لإنتاج العلف في العراق. يتم الفحص جميع المواد الأولية القادمة للمصنع، فحص الفيزيائي وهو فحص الخارجي للمادة الأولية، وبعد ذلك فحص الكيميائي للمختبر وهو فحص البروتين، طاقة ورماد وألياف ودهن والعناصر المعدنية. المعمل الواقع على مساحة 60 دونما يديره 90 مهندسا وفنيا ومحللا كيميائيا ينظمون إنتاج العلف ويتابعون مطابقته للمعايير الدولية. السيستم ماله كله يشتغل اوتوماتيكي، معمل كله موجود على 3 حاسبات قدامك. اول حاسبه هذا الموضوع الخلطات ما خلطات تنزل عليه، وثاني وثالث هذا شاشه مال كامل مال المعمل كله موجود. وبعد رفع سعر صرف الدولار زاد ثمن طن العلف الى 740 الف دينار من 600 الف، غير ان الزبائن يواصلون شراءه. ارتفع أسعار العلف البروتيني في الفترة الأخيرة، لكننا لا نستطيع الاستغناء عنه، يوفر وقتا بنضوج الأسماك بسبب نوعيته الممتازة. وتسوق منتجات هذا المعمل إلى جميع مدن العراق من زاخو حتى صفوان، ويستورد معمل العلف المواد الأولية من الأرجنتين وهولندا عبر تركيا، ويخضعها للفحص في مختبراته الخاصة قبل دخولها مراحل التصنيع. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. في الفلوجة صنع فريق فني مجموعة من كابسات البلوك بعد ازدياد الطلب عليه ليتجاوز إنتاجه 150 ألف قطعة في اليوم الواحد. دفع الدمار بسبب داعش في الأنبار بفريق فني فلوجي إلى صناعة مجموعة مكائن تساهم في عمل مواد البناء الأساسية بعد زيادة الطلب عليها لإعمار المنازل. الفريق وبأدوات بسيطة تمكن من إنتاج 10 الكابسات الخاصة بصناعة بلوك البناء، وعلى خط إنتاجي يتخطى عتبة 150 ألف قطعة بلوك يومياً بسعر يصل إلى 1.3 بالعشرة من السعر الإجمالي للمكائن الأجنبية، إضافة إلى مضاهاتها للمستورد. هي كابسات محلية، يعني تضاه الأجنبية تقريبا وجزء أحسن. الأجنبي المستورد تقريبا سعره يوصل إلى 120 ألف دولار، وهاي سعرها تقريبا 20 ألف دولار. تساعد بالحملة الإعمار بالبيوت المدمرة، الفقرة اللي ما يقدر يبني بطابو يبني بالبلوك هسه حاليا، كلهم دعم ما عندنا نهائيا من ذاك الوقت إلى هذا الوقت نهائيا، بدنا نشتغل بشغلات بسيطة جدا. وتظهر نتائج الفريق جلية على شوارع الأنبار بعد إنتاجه مجسرات للمشاة. فريق استقطب عددا من الخريجين الذين لم يجدوا فرصا للتعيين. احنا ساهمنا باعمار المحافظه ونتمنى نساهم اكثر، سواء بانتاج قوالب اللوك اللي تسهل وتساند المواطن، اضافه الى انه تقلل الكلفه
على كاهلة. ساهمنا كثير أيضا بإنتاج المشاريع مثلا إنتاج الجسور المشات الحديدية هياك، ساهم كذلك بتشغيل أيادي العاملة هنا كثير. أغلبهم اللي موجودين معنا هم خريجين. صنع في العراق عبارة لطالما تمنى العراقيون رؤيتها على منتج ما، ها هي الآن موجودة على مكائن محلية صنعتها أياد عراقية لدعم إعمار المدن المدمرة. من الحي الصناعي في الفلوجة نبيل عزامي، يو تي في. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بغداد نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية باسم فيصل. مرحبا بك سيد باسم. يعني القطاع الخاص يشغل المصانع ويجلب المستثمرين لكن أقل بكثير من إمكانيات وحاجات البلاد، ماذا يمكن يعني يحتاج العراقيون لكي يعودوا إلى عصر الصناعة؟ شكرا للاستضافة، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. تفضل. حقيقة دائبت الحكومات السابقة والحالية على وضع خطط لتطوير القطاع الخاص وخطط لدعم القطاع الصناعي أو الاقتصاد بشكل عام، مثل خطة التنمية، خطة تطوير القطاع الخاص 2014-2030، وخطة التنمية 14-17، وخطة التنمية 18-22، وحزمة الإصلاحات التي أصدرت بزمن السيد العبادي. كذلك الحكومة الحالية وضعت الورقة البيضاء التي حقيقة أفرغت من المحتوى بسبب استبعاد القطاعات المنتجة. لذلك المشكلة عندنا احنا نضع الخطط والاستراتيجيات لكنه لا نسعى إلى تنفيذها لغياب الإلزام في تطبيق هذه الخطط. المفروض يعني اكو الزام بها، انت لما تضع خطه يعني تستهلك الوقت والجهد والمال لكن لازم يجب ان تطبق. المشكله عندنا بالحكومات يعني ما تطبق الاستراتيجيات ولا تطبق الرؤى الاقتصاديه اللي طرحها القطاع الخاص او الخبراء في هذا المجال. لذلك يحتاج لنا يعني المشكله بالرغبه ما موجوده حتى اليوم. الموازنة يعني اللي تعتبر أكبر تنفيذ لخطة اقتصادية لواجب التنفيذ باعتبار مشرعة من البرلمان، نعم، اليوم هي خالية من الدعم القطاع الاستثماري والقطاعات المنتجة. هي تتحدث عن فقط عن الرواتب وعن تشغيلية وعن استنزاف. لكن السيد باسم يعني يقال أن الحكومة تخطط يعني لتمويل مشاريع صناعية مخيف. صغيرة، نعم، ومتوسطة. هل يمكن لقروض التمويل أن تنعش الصناعة من جديد؟ القرض جزء من يعني جزء من الدعم وليس الدعم، يعني هي الموضوع لا يحل بالقرض. احنا عندنا حقيقة عندنا بعض القوانين المعرقلة، عندنا مثلا بالنسبة للرسم الجمركي المتدني، هذا مشكلة كبيرة، يعني مو رسم حقيقي موضوع على البضائع المستوردة. نعم. عندنا عدم وجود إعفاءات معينة بالمواد الأولية الداخلة بالصناعة، عدم وجود حتى البضائع اللي بها حماية هي بسبب المنافذ أنه تدخل. بذلك عندنا مشاكل يعني من هالنوع يحتاج الدولة الفحص المنتج. اليوم الفحص المنتج الأجنبي أو المستورد غير مفحوص حقيقة، بينما تطبق المعايير التقييس والسيطرة النوعية وهي أعلى جودة وإمكانية على المنتج المحلي، لذلك يفقد المنافسة، لأن البضاعة المستوردة ما بها يعني حقيقي، يعني أما إذا كانت في مجال المواد الغذائية فهي بها مواد حافظة وهي ممنوعة عندنا داخليا، السيطرة النوعية تمنع المنتج المحلي أن يكون بها. وإذا كان مواد كيميائية المواد الفعالة هي متدنية، بينما أنا يطالبوني بمواد وبذلك يكون السعر العراقي شوية أعلى. فاحنا عندنا معالجات من غير نوع، يعني يحتاج لنا مو كافي، القروض ليست كافيه بالنهوض بالواقع. طيب الصناعة. سيد باسم، هل قدمتم المشوره للحكومه وسط ما يعرف بالورقه وسط ما يعرف عفوا بزمن الورقه البيضاء وايضا الاصلاحات المؤلمه؟ حقيقة بالنسبة احنا صار لقاء يعني مع السيد رئيس الوزراء بشكل عام القطاع الخاص ومع وزير المالية،
يعني في عجالة. قدمنا احنا رؤية كاملة في اتحاد الصناعات عن كيفية النهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يقود كل اقتصاديات العالم اليوم، وهو الوحيد القادر على انقاذ البلد من يعني الوضع الاقتصادي الموجود، لانه يتمكن من القضاء على البطالة، توطين رأس المال، توفير السلع بجودة وبنوعية وبأسعار مناسبة. فآخر شيء كان حقيقة يعني قبل أسبوعين في اتحاد الصناعات العراقي صارت ورشة بناء على طلب وزير المالية كما نقل عنها الدكتور كمال البصري رئيس المعهد الإصلاح الاقتصادي. فسوينا ورشة وقدمنا رؤية متكاملة عن آلية يعني الآلية المفيدة والناجعة اللي تساعد الحكومة على تخطي هذه المشكلة الآن القائمة، المشكلة الاقتصادية، المشكلة المالية. عندنا ملاحظات واسعة خاصة في وزارة المالية، ثلاث دوائر مهمة بها اللي هي الجمارك. دائرة الجمارك هذه الدائرة وضعت رسوم مخفضة وبنسب واطئة، بذلك يعني ما خلت قيمة لذلك الدولة بدأت تستفاد من أي رسوم. حقيقة الخلل مو بالفساد، الخلل أنه الرسوم متدنية ولا قيمة لها. نعم، وضحت الصورة، هذا ما يسمح به الوقت عذرا يعني. السيد باسم فيصل نائب رئيس اتحادات الصناعات العراقية، شكرا جزيلا لك. أشهر من أعمال التطوير أصبح ميناء خور الزبير خلالها مكرسا لاستيراد وتصدير المنتجات النفطية، وتضاعفت إيرادات الميناء من 3 مليارات دينار إلى 9 مليارات. 5 أرصفة بحرية قيد الإنشاء بتمويل من مستثمرين أجانب. ميناء خور الزبير يستعد لاستقبال سفن أكبر. بناء وإعادة تأهيل وزيادة عمق الميناء، هنا تمد الشركات الكبرى خطوط أنابيب جديدة وتوسع منشآت التخزين أيضا. عملت الشركة العامة لموال العراق على تحويل أرصفة ميناء خور الزبير من أرصفة الاستخدام التجاري إلى أرصفة نفطية، وذلك للنمو الذي طرأ النمو الكبير الذي طرأ على عمل القطاع النفط العراقي بعد عام 2003. خور الزبير في البصرة الغنية بالنفط ثاني ميناء رئيسي في العراق، يطل على الخليج والوحيد الذي يصدر المشتقات النفطية ويستقبل شحنات الوقود ب11 رصيفة وآخر لتجارة الغذاء. ميناء تعرف صناعي وتجاري، أرصفته محدودة الاستخدام وأيضا الاختصاصية، الأمور الاختصاصية اللي هي قلنا بها رافعة جسرية تحتاج كحاويات، تحتاج إن موبايل كرين متنقل وليس يعني ثابت الرافعة الجسرية السريعة، فكانت إيراداته قليلة. إيرادات الخور تضاعفت من 3 مليارات دينار إلى 9 في الشهر، والسبب تكريسه لتجارة المنتجات النفطية. العراق الذي يعاني من ضائقة مالية، تنتهج حكومته خطة لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف والإنفاق. اللجوء إلى الموانئ ركون إلى واحد من أهم موارد الاقتصاد في العالم، وبداية لعهد ما بعد النفط. نبقى في الاقتصاد، لكن هذه المرة الزميل ديار يستعرض جدل الموازنة. إليك ديار. شكرا رويدا. أهلا بكم من جديد. يستمر الجدل بشأن مشروع موازنة عام 2021، ففي الوقت الذي تؤكد الحكومة أنها موازنة إصلاحية، تتهمها أحزاب بإقرار المشروع لأغراض انتخابية، كما يثار السجال أيضا بشأن عدالة توزيع المبالغ على المحافظات. في ملفنا اليوم سنطلعكم على آخر المستجدات بخصوص الموضوع. البداية مع تقرير مراسلنا من بغداد أحمد مؤيد، نتعرف معه على المستجدات من داخل مجلس النواب. اضطرت اللجنة المالية إلى نقل مداولاتها إلى خارج مبنى البرلمان نتيجة تصاعد الخلاف بشأن قانون الموازنة للسنة الجديدة، لتستمر الاجتماعات 10 ساعات أحياناً.
أعضاء اللجنة أكدوا أنهم يتعرضون لاعتراضات كبيرة من جميع الكتل ويحتاجون إلى أجواء هادئة خارج البرلمان للإسراع بتقديم القانون للتصويت على موازنة الدينار الجديد في عهد الإصلاحات المؤلمة. هنالك حالة من يعني الهجوم على اللجنة المالية أحيانا عندما ندرس هذا القانون، وبالتالي العشر ساعات والسبع ساعات اللي نقضيها داخل اللجنة المالية لا نتخطى مادة قانونية واحدة بسبب التداخلات الكبيرة والكثيرة. لذلك الآن اللجنة عاكفة في دار الضيافة حقيقة. نواب المدن المحررة يرون أن موازنة هذا العام كانت مجحفة في حقهم، فيما وعدت اللجنة المالية أن تكون هنالك مناقلات مالية لهذه المحافظات. نواب البصرة ترجم اعتراضاتهم إلى طلبات قدمت إلى اللجنة المالية محذرين من تجاهلها لحاجة البلد إلى مبالغ البترودولار بعد تضاعف الهجرة إليها وثورة مشاريع الصناعة والنقل البحري. إذا لم تستجب هذه الموازنة واللجنة المالية لهذه المطالب سوف نقاطع جلسة مجلس النواب ولن ندخل لجلسة التصويت، وأيضا طلبنا من جماهير البصرة أن تكون لهم مظاهرات سلمية حاشدة لمناصرة نواب البصرة. مصدر في اللجنة المالية أكد ليوتيفي أن الموازنة وضعت عليها تعديلات نهائية وستعرض للتصويت الأسبوع الحالي مع تقليص كبير للإنفاق، بحيث خفضت من 150 تريليون دينار إلى 134 تريليونا. من بغداد أحمد مؤيد، يوتيفي. وعن هذا الموضوع أكدت عضو اللجنة المالية إخلاص الدليمي أن نسبة العجز بلغت 71 تريليون دينار، مشيرة إلى أزمة التعيينات ورواتب الموظفين أيضا. القانون كبيرة جدا وصلت 71 تريليون، هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية تخصيصات عام 2021 تجاوزت هذه التخصيصات بكميات كبيرة جدا، يعني على سبيل المثال رواتب الموظفين 12 تريليون أو 11 تريليون صعدت. فبالتالي نحن كنا في عام 2020 أمام مادة توقف جميع التعيينات، من أين أتت هذه التعيينات وكيف تم صرف 11 تريليون كرواتب، يعني هذا كلام كبير جدا. ماذا إذن عن الجانب القانوني؟ وجهة نظر اللجنة النيابية يطلعنا عليها أحد أعضائها حسين العقابي. دستورية قد أقدمت عليها الحكومة في مشروع قانون موازنة 2021، خالفت الحكومة نسبة العجز اللي تضمنه قانون الإدارة المالية. قانون الإدارة المالية تضمن أن لا تتجاوز نسبة العجز 3%، بينما نسبة العجز الفعلية هي أكثر من 60%. المشكلة الأخرى والكبيرة والمخالفة الدستورية أن من المفترض ما يزيد عن 250 ألف برميل حسب ما تضمنته قانون الموازنة سيذهب بتصديره إقليم كردستان، وهذه يعني شرعية لما يقوم به الإقليم بمخالفات قد سبق وأن ثبتها مجلس النواب في كل الموازنات. هي مخالفة دستورية إذن وفق اللجنة القانونية، أما مجلس النواب فيرى أن هناك هدرا ماليا كبيرا يفوق واردات العراق المتوقعة العام الجاري. هذا الهدر بالمال العام الموجود في صياغة الموازنة وفي مضمون الموازنة لا يمكن أن نقبل به ونرتضيه على الإطلاق. الإنفاق العالي لا داعي له على الإطلاق. الإيرادات المتوقعة للدولة العراقية في عام 21 في أحسن حالاتها ما راح تتجاوز 80 تريليون، فكيف نصيغ موازنة ب 164 تريليون حينما كنا نبيع النفط ب 120 دولار وأكثر؟ ما وصلت موازناتنا إلى هذا المقدار ولا هذا المبلغ على الإطلاق. النفقات الجارية 120 تريليون مبلغ خيالي لا يمكن تمر. وحول الموازنة الاتحادية ينضم إلينا مراسلنا من بغداد أحمد مؤيد. بداية أهلا ومرحبا بك أحمد، أطلعنا على آخر المسجدات وخيارات اللجنة المالية النيابية البديلة طبعا، تفضل. مساء الخير ديار. كما هو معلوم رسميا البرلمان أنهى يوم أمس
قراءة ومناقشة قانون الموازنة، وبالتالي ينتظر البرلمان الآن اللجنة المالية لتقديم مشروع قانون موازنة 2021 للتصويت عليه بعد إجراء التعديلات. اللجنة المالية كما وضحت قبل قليل بالتقرير تجري كل نقاشاتها وكل اجتماعاتها في دار الضيافة في رئاسة الوزراء. إلى الآن اللجنة المالية تسلمت أكثر من 162 طلب من الكتل السياسية، من رئاسة البرلمان، من أعضاء البرلمان بصورة عامة، 162 طلب تعديل على الموازنة. بالتالي هذا عدد الطلبات كثير جدا، ربما سيحتاج إلى فترة طويلة لتضمين ما يمكن تضمينه داخل الموازنة. نحن نتكلم عن موازنة تقشفية، الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد، لكن كيف ستتعامل اللجنة المالية مع هذه الطلبات ومع هذا الكم الهائل؟ أغلب الطلبات هي موقعة من أعضاء مجلس نواب يطالبون بتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية في موازنة 21. هذه المطالب يعني يقرأها بعض المتابعين للشأن السياسي والاقتصادي بأنها تندرج ربما ضمن الحملة الانتخابية المبكرة، على اعتبار أنه البلد وأغلب النواب المعترضة على حجم الموازنة 164 تريليون دينار، يعني معترضون على قيمة الموازنة العالية، وبالمقابل يطالبون بتضمين ربما يعني بعض الفقرات الصعبة والتي قد تكون عبء آخر على الحكومة. لكن بصورة عامة اللجنة المالية مستمرة في الاجتماعات. ما يخص تحديدا قضية رواتب الموظفين واستقطاع رواتب الموظفين، هناك أربع خيارات مطروحة من اللجنة المالية. الخيار الأول هو الإبقاء على الاستقطاعات كما أتى في الموازنة. الخيار الثاني ديار هو أن تقلل يعني نسبة الموظفين أو شريحة الموظفين المشمولين بالاستقطاع، ستكون مقترح أن يكون كل موظف راتبه مليون فما فوق ربما سيشمل بالاستقطاعات. الخيار الثالث وهو اعتماد القانون الذي صوت عليه مجلس النواب، هو قانون ضريبة الدخل، وبالتالي ستكون الضرائب التي ستفرض على رواتب الموظفين هي أقل نسبة من مشروع قانون الموازنة الذي تضمن استقطاع. نعم أحمد مؤيد مراسل يو تي في كنت معنا مباشرة من بغداد، نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا. بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد العذراء حافظة الزروع، وضع أول تمثال لها في قرقوش في أقدم كنائس البلدة شرقي الموصل. في كنيسة الطاهرة القديمة التي يعود تاريخ إنشائها إلى القرن الثاني عشر الميلادي، وضع النحات الموصلي ثابت ميخائيل أول تمثال للسيدة مريم في بلدة قرقوش ذات الغالبية المسيحية شرق الموصل، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد العذراء حافظة الزروع. اقترح الآباء الكهنة هنا والأبرشية في قرقوش أن تتوج هذا البرج السيدة العذراء بما تحمله من معاني كثيرة تنطلق من الواقع الديني للمسيحية، وأيضا مريم العذراء تمثل شيء الكثير بالنسبة للإسلام. هذا الجمع الغفير من مسيحيي قرقوش العائدين بعد رحلة نزوح وتهجير قاسية، جاءوا محملين برسائل الحب والسلام، وهم يحيون قداسهم ويرددون ترانيمهم ويحتفلون بتتويج برج كنيستهم التاريخية بتمثال العذراء وبدء عهد جديد من التعددية العراقية. نحن دعوتنا نعيش نحن كعراقيين مع كل العراقيين، نحن ما يتفرقنا ولا واحد من البقية إلا بعملنا الصالح. العراقي أفضل من عراقي لا لأنه عربي أو كردي أو سني أو شيعي أو مسيحي أو مسلم، إنما لأنه إنسان له أخلاق له قيم يعرف كيف يحامي على وطنه وعلى أخلاقه. أكثر من خمسة أنصاب وتماثيل للسيدة العذراء دمرها تنظيم داعش الإرهابي إبان احتلاله الموصل، فيما يأمل المسيحيون في عودتها إلى مواقعها داخل كنائسهم المنتشرة في عموم نينوى، وخصوصا في الموصل القديمة التي تضم مجموعة من أقدم الكنائس في العراق. وتبقى أجواء السلام والتعايش السلمي مصدر إلهام الموصليين بمختلف أطيافهم، وهم يعيدون الحياة لمدنهم ومناطقهم ويسحقون بوحدتهم جميع مخططات تفريقهم. من الموصل محمد سالم، يو تي في. حالة البحر في البصرة غدا يتراوح الموج بين خفيف ومعتدل، ويصل ارتفاعه إلى 3 أقدام، إنما الرياح شمالية غربية إلى متقلبة بسرعة تصل إلى 25 كيلومترا في الساعة. يو تي في تتمنى السلامة لطواقمنا البحرية على السفن وزوارق الصيادين.
النشرة انتهت. للمزيد من الأخبار والقصص تجدونها في منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعايته.